السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا الفيديو الجديد. اليوم تم إصدار تحديثات جديدة لأجهزة جيون 2500 نيو و 2500 العادي، بالإضافة إلى جهاز 190 HD وال 2000 HD نيو. هذه الأجهزة كانت متوقفة منذ مدة أكثر من 3 أشهر أو على ما يزيد على ذلك. اليوم فاقت شركة جيون وأصدرت تحديثات لتشغيل باقة كانال بليس. الآن نقوم بتحميل التحديثات والتجربة على الجهاز الخاص بي جيون 2500 نيو. تابعوا المزيد في الفيديو لنتأكد من صحة هذه التحديثات. كما تشاهدون أيها الإخوة، فالقنوات مشفرة بالتحديث القديم. هنا التحديث 1.71، هذه النسخة القديمة، والآن نقوم بتحديث بالنسخة الجديدة 1.76. نقوم بالتحديث بعد تحميل التحديث من الموقع الرسمي. نبحث عن التحديث في اليو اس بي. هذا هو التحديث. عفوا، نقوم بالخروج. يتأكد من اشتغال القنوات. هنا بدأ التحديث، ننتظر حتى يصل 100%. بعد الانتهاء من التحديث يعيد الجهاز الإقلاع من جديد. انتهينا. الآن سنتأكد من بعد تثبيت التحديث الجديد، نتأكد من اشتغال القنوات. نقوم بتفعيل الدونغل. وهنا نلاحظ تلون القنوات. الآن أصبحت القنوات شغالة. كل قنوات كانالسات أصبحت مفتوحة. إلى هنا أيها الإخوة، انتهينا من هذا الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء إن شاء الله.